مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مليون حكاية. والنهاردة موضوع حكايتنا عن المطربة سميرة سعيد. ولدت سميرة سعيد في 10 يناير عام 1958، وهي مغنية مغربية تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية، وهي من مواليد الرباط. تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم. بدأت مشوارها الفني في 10 من عمرها، حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي، وغنت لأم كلثوم ولفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتية. في سن 10 أصدرت أول أغانيها الخاصة إلهي، والتي قدمها لها عبد النبي الجيراري أثناء مشاركتها في برنامج مواهب. وهذه الأغنية غنتها أيضا بصوتها فيما بعد الفنانة المغربية لطيفة أمال. وسجلت سميرة بعدها أغنية سبحان الإله من ألحان عبد السلام عامر، والذي غناها بعد ذلك أيضا الفنان عبد الهادي بالخيار. ثم شاركت سميرة في مسلسل تلفزيوني قدمه نزار مؤيد العزب من خلال 6 حلقات، وتم تصوير المسلسل في استوديوهات عين الشق بالدار البيضاء. قدمت في المسلسل مجموعة أعمال مثل قيس وليلى وشكونا إلى حبايبنا وكل مليحة، ومن خلال مشاركتها في مسلسل مجلس الفن والأدب الذي عرض في بداية عام 1969. وبعد عام 1969 وهي في سن 11 قدمت أغنية بعنوان رمضان أقبل من كلمات الشاعر مصطفى بدوي ولحن عبد الحميد بن إبراهيم. وبعدها في عام 1970 كان المفترض أن تغني أغنية معجزات ملك التي لحنها لها الأستاذ عبد النبي الجراري، ولكن بسبب وقوع خلاف بينه وبين الفرقة الموسيقية لم تغنيها سميرة. ومن ثم سجلها الفنان محمود الإدريسي بصوته. وفي 16 يناير عام 1971 أصدرت سميرة سعيد أسطوانة لأغنية بعنوان بقاء، وهي من كلمات محمد كواش ولحن عبد الله عصام. وهذه الأغنية كانت مفتاح شهرتها خارج وطنها المغرب بحدود الدول المجاورة مثل تونس والجزائر، والتي تلقت بعدها دعوات للمشاركة في حفلات غنائية فيها. وسافرت إلى مصر في سنة 1977 وقدمت وقتها الأسطوانة المصرية الأولى لها، والتي تحتوى على أغنيتين الحب اللي أنا عايشاه ودنيا كده. وتلقت بعدها دعوات للمشاركة في الحفلات الغنائية على مستوى الوطن العربي مثل دول الخليج، الكويت والإمارات وسلطنة عمان وسوريا والعراق وغيرها. أثناء زيارتها إلى الإمارات التقت هناك بمجموعة من الفنانين مثل جابر جاسم وعباد الجوهر وطلال المداح، والذين قدموا لها أعمال يتم طرحها في ألبوم مع الخليج الأول بعنوان بلا عتاب. تعاملت منذ ذلك الحين مع أشهر الملحنين والمؤلفين، ولقد تشجيع كبير من الفنان عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي. كما تتمتع سميرة بأعمال ناجحة جعلتها تتصدر قائمة أنجح المطربات في الوطن العربي، والعديد أشادوا فنها ومدرستها، ومنهم أصالة وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم وأنغام وديان حداد ولطيفة وذكرى. قدمت طول مشوارها الفني 46 ألبوما منها الاسطوانات والكاسيتات والسيدي روم وغيرها، حوالي 500 أغنية. حصلت من خلال العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية، كما منحها الملك محمد السادس وسام القائد في احتفالات عيد العرش عام 2009. وأحدثت سميرة سعيد حفلات ناجحة في مختلف دول العالم، وصورت العديد من أغانيها بطريقة الفيديو كليب. تزوجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا، ثم انفصل بعد زواج استمر عدة سنوات. ثم تزوجت من رجل أعمال مصطفى النابلسي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد شادي. سميرة سعيد خلال مشاركتها في مسابقة يوروفيجن للأغاني عام 1980. ولدت سميرة عبد الرازق ابن سعيد في مدينة الرباط عاصمة المغرب، وهي خريجة كلية الأداب قسم اللغة الفرنسية بالمغرب. شاركت في برنامج للمواهب في المغرب وهي في عمر 9 سنوات، وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم. بدأت مشوارها الفني وعمرها 10 سنوات، وأول أعمالها إلهي وسبحان الإله، ومن ثم قل المليحة وشكونا إلى أحبابنا وقيس وليلى. أصدرت أول أسطوانة لها في عام 71 بعنوان لقاء. انتقلت للقاهرة في عام 1977، حيث قدمت
اغنيتين مع محمد سلطان وهما الدنيا كده والحب اللي انا عايشاه. واثناء وجودها في القاهره وتحديدا في عام 77 التقت بزملائها الفنان عباد الجوهر الذي كان حينها في القاهره، وزارت برفقته وبرفقه الموسيقار بليغ حمدي الى الامارات، حيث قدمت البوم باللهجه الخليجيه بلا عتاب. وقبل نزول الالبوم نزلت اغنيه مشوار الحياه في الاذاعات، وهي من الحان طلال مداح، وكانت هي اول اغنيه يتم تسجيلها من الالبوم الذي كان يضم اغاني من الحان الفنان الإماراتي جابر جاسم، وأغنية العبادي وأغنية مشوار الحياة. تعتبر سميرة سعيد من أقدم فنانات العربيات على الساحة الفنية، وما زالت مستمرة حتى الآن. وبعد وفاة الفنانة وردة جزارية تعتبر سميرة سعيد من جيل الذي له صولة وجولة في الفن. سميرة سعيد ومطربات جيلها هم نعيمة سميح التي بدأت بعد سميرة بسنوات قليلة جدا، وعزيزة جلال التي بدأت الغناء بعد سميرة بخمس سنوات، ومن الفنانين العرب ميادة الحناوي التي بدأت بعدها بعشر سنين، ومجدة الرومي التي بدأت بعدها بسبع سنوات، والفنانين وليد توفيق وهاني شاكر. سميرة سعيد أو الديفا كما يطلق عليها تعد أكثر مطربات المغرب انتشارا. بدأت الغناء في 68 عندما تخرجت من برنامج مواهب مع الملحن عبد النبي الجراري والمكتشف الحقيقي للفنانة، كما غنت العديد من أعماله رمضان أقبل مع عبد الحميد بن إبراهيم، وعبدات التحول والدخول إلى السبعينات قدمت كيفاش تلقينا لحن ولحن الذكريات مع عبد الله عصامي وبيت الله وأنا من أتباع محمد مع عبد العاطي منى، ولحن جميل مع عبد القادر الرشدي وأنا مغلوبة ويا قلب ارتاح مع حسن القدمير. وبعدها قدمت أعمال أخرى مثل فايت لي شفتك وأنا والمحل وش بيني وبينه. انتقلها إلى القاهرة كان في عام 1977، وتعاونت مع الكبار مثل محمد الموجي، محمد سلطان وحلم بكر وخالد الأمير وبليغ حمدي وغيرهم. لمعت بأغاني كثيرة مثل الحب اللي أنا عايشاه وعلمناه الحب وشهرزاد من غير سبب وبعد يومين مش هتنازل عنك وشفت حبيبي بقى ده اسمه كلام مع حلم بكر، يا دمعتي هدي كتر الكلام إيش جاب لجاب يا مال ويا مالك قلبي بالمعروف وليلة الأنس ومالك مش زي عوايدك سيبك منه يا قلبي سيبك من غير عتاب والكثير. وتعاونت أيضا مع نعبد الجوهر من الخليج. إلى هنا نكون وصلنا معكم إلى آخر لحظة في حلقتنا مع سميرة سعيد، ونرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم الحلقة. مع تحياتي.